مش عايز ترجعها. هي مين دي مش هترجع يا عبد الحكيم؟ عبد السلام تعال يا اخوي اقعد. اقعد اهي. اللي حصل ده مش قصور. انا لو مديها الكلب في الشارع ما كانش حصل اللي حصل ده. وليه الغلط بس يا عبد السلام؟ الغلط راكبك انت وولدك ومرتك. اللي حصل ده كبير قوي ومش هيعدي. طب اهدى. اهدى نروح المكتب ونتكلم. حد الله بيني وبين اي مكان انت فيه من النهارده. بقى انا اديكوا بنت عشان تصونوها تقوموا تبهدلوها. هي اللي غلطانه. تيجي تقول لي وانا اقطع رقباتها. انما اللي عملته جبريه دي لا عاشت ولا كانت. بالراحه عبد السلام بالراحه علينا شويه. ايه؟ زعلت اياك اما جبت سيره الهانم اللي طايحه في الحريم اللي في البيت كله. اللي مالي دماغك يا عبد الحكيم اللي ماشياك وراها. انت كده بتكبر الموضوع والحكايه مش هتخلص. لا خلصت خلاص يا عبد الحكيم. وحق بيتي انا هاخده. واللي حصل ده مش هيعدي. واللي عملته جبريه هيتعمل فيها. شوف يا عبد السلام أعلم في خيلك اركبه. يبقى اركبك انت يا عبد الحكيم. انا غلطان اتكلمت مع واحد زيك. طب ايه رايك بقى ان انا مش هسكت على حق البنت فهمني؟ وجبريه دي انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليها. خلاص خلصنا. انت تسكت سكت خلاص مش عايز اسمع حزنك. اسكت كيف انت تسوى ايه في صور الرجاله؟ انت مش عارف اي حاجه. اوعى تقول لي اي حاجه غلط. انت لما تخلي امك تحبس مرتك وتعدمها العافيه كنت فين انت؟ كنت فين؟ يلا يا مروان اصلها مره ناقصه ومش رايه اللي يلمها. صدق انت عايز قطع لسانك. خلاص يا ابوي خلاص خلاص يا ابوي. يلا يا ولد. كف بكف. بس الكف اللي هديهولك يا عبد الحكيم مش هتقوم منه وصل.